السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة عن خطأ العلماء بأن هناك من سكن الأرض قبل آدم، وإثبات ذلك كل الكلام من القرآن الكريم. لأن ناس كثير بيحكوا بالتفسير أن الملائكة قالوا فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، انه كان في ناس موجودين في الارض من الجن او غير الجن. وناس كثير بيقولوا كان في خلق من البشر غير ادم، وروايات كثيره يقولها باطله. عشان يا اخي الله يعجبك اياها دلائل من كتاب الله وبالدلائل والبراهين والحجه الداحضه. واللي عنده حجه يثبت غير كلامي انا مستعد اتراجع. كما عودتكم احباب الله. بسورة البقرة آية 30 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل ما ينزل آدم على الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. طب بس من وين جمعهم العلم هذا؟ وما هو العلم اللي يعلم الله والملائكة ما بتعلم؟ كله موجود في القرآن أحبابي، لأنه القرآن كريم كل كلمات الله. هسه سورة الصاد من آية 71 ل 74 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يعني هذه الآيات بتدلك على إيش؟ إذ قال ربك للملائكة، يعني نفس الآية اللي قبلها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إمتى قال إنه جعل في الأرض خليفة؟ هل قالها بعد ما قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين؟ إذن هاي الآية حصلت قبل الآية الأولانية. ليش؟ لأنه إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إمتى سجدوا الملائكة؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وكذلك هي مذكورة بسورة الحجر من آية 26 لآية 35 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أحباب الله، بنرجع الآيات لأنه إيش بده الإنسان، يعني لما يجيب دلائل إبراهيم بده يكون إيش مركز، وركزوا معاي في الكلام اللي قاعد بحكيه مشان تفهموا إنه إيش بس بني آدم اللي سكن في الأرض. بقولك ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني هاي طريقة خلق الإنسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني الله خلق الجن قبل الإنس. أستعمل جمعة بقول لك هذا دليل أنه يشتكروا الأرض، أنت أصبروا علي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني الله أخبر الملائكة إني خالق بشرا، يعني كان ملائكة وكان في جن. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هسه فاذا سويته بقول لك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. بس الله سوى ادم هسه صار امتى سجدوا الملائكه؟ لما نفخ الله من روحه في ادم. ليش؟ لانه علموا الاسماء فقعوا له ساجدين. يعني نفخ روح من الله في ادم كان العلم علم الاسماء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من مع السجدين لأنه متكبر. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع السجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. سورة البقرة 31 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بالآية اللي بعديها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني الملائكة الله علمهم إنه خالق بشر من صلصال من طين، والله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذا العلم الله علمهم لمين؟ الملائكة. وعلمهم انه راح يرضعوا في الارض ورايح يفسد في الارض، مش سيدنا ادم خلائفه وذريته وقتلوا بعضهم بعض ويسفكوا الدماء ويفسدوا في الارض. بس في علم ما هم ما بيعرفوه. قال ايش؟ وقال في الايه كما وضحنا احباب الله واذ قال ربك الملائكة اني جعل في الارض خليفه قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. العلم هذا أحباب الله أنه راح يجي الزمن لن يكون هناك في فساد في الأرض بل إصلاح وحق الدماء. وهذا كما أخبرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن المهدي عندما يحضر سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. لن يكون فيها سفك دماء ولن يكون فيها فساد بس راح يكون قسط وعدل. طيب هسه سورة البقرة 28 مش عايزين لكم ايش؟ الدلائل البراهين انه اول من سكن الارض هو ادم وذرية ادم ونزل مع ابليس لما الله طرده لانه رفض بالسجود فنزلوا على الارض منعوا من الجنة يعني منعوا من دخول الجنة. بس بعدين صاروا اعداء البشر لبعضهم لبعض مع ايش؟ مع ابليس وذريته. هون صارت العداوة. نيجي على ايش الايات سوره البقره 28 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول للبشر كيف تكفرون بالله وكنتم اموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني خلق ما في الأرض جميعا لمين؟ لآدم وذرية آدم. ثم استوى إلى السماء يعني ما كان في السماء سبع سماوات كانت الأرض ملزقة في السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أحباب الله أكثر من هيك دليل برهان للي عنده عقل وعنده إيش تدبر وتفكر للكلام اللي بحكيه من كلمات الله ذاته راح يعرف إنه كلام الحق. وكما تعلموا أحبابي كل أشطيه كذلك ما بحكي كلمة إلا فيها دليل من كتاب الله. أما أنا ما برد على أقوال الناس لأنه زوروا التوراة وزوروا الإنجيل واللي زور التوراة والإنجيل برضه بقدر يزور أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإيش وبزور بتفسير القرآن الكريم عن العلماء إنهم العلماء قالوا وهم والله أبرياء من القول هذا وبقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول بريء من هذا القول. عشان هيك أحباب الله قديش في أمم هنا بديش أذكر أنا ملل وطوائف بتقول قال فلان وقال علان وقال أكابر الأئمة وآل البيت
من جميع الملات، أنا ما بحكي طائفة، جميع الطوائف بتزور الأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. أنا عمي أحباب الله بجيب دليلي أول شيء القرآن الكريم، ثم بجيب أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وطابقها على القرآن الكريم، وبجيب أقوال العلماء والصحابة رضي الله عنهم، وما بنكرهم، بس إذا ما طبق القرآن بتركوا عجل. هذا دليل برهانكم أحباب الله أن الأرض الله خلقها لبني آدم، وما كان في الأرض ناس قبل بني آدم لا من الجن ولا من الهن ولا من غير ذلك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل، اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.